يمشي الزمالك لقدام. يلا اساس فرجاني بحط الكره فرجاني مقطوعه كره ثانيه في اليمين ممتازه يضغط حاول يلعب لعنطر لكن يقطع الدفاع القدساوي يمشي نادي القدساوي لقدام يلعب الكره على طريق رونالد عدى رونالد دور على بدري بدري خطيره 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 رونالدو وبدري بدري ورونالدو خطيره القدساوي ممكن جول رونالدو 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 يا الله فرصه العمر لنادي القدسيه عن طريق رونالدو وبدر يلعبوا نادي الزمالك ويعملوا ازعاج للزمالك. بصوا شوف كره في الاحلام فرصه غريبه بوجه القدم الخارجي جميل كان ممكن يعمل حاجه غير كده كان ممكن يرقص الحارس جنش لبره وكان ممكن ياخد مدافع الزمالك لبره لكن قيمه الهداف تبان في التوقيت دوت وفي المشوار والموقف دوت. مباراه تصل للدقيقه 93 في امسيه كرويه جميله هنا في احداث هذا اللقاء. الشوط الثاني في متعه في اثاره في فريق اتى اسمه فريق نادي القدسيه.